لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجه بسيطه كده، هي ملهاش علاقه بلا تسميد ولا رش ولا حاجه، لكن لها علاقه بتنظيم الشغل وتنظيم العمال. انت عندك المزرعه بتاعتك كبيره والعمال معاك كتير، ما تحاولش تبعدهم عن بعض. يعني ايه تبعدهم عن بعض؟ يعني ما تحطش ثلاث عمال في البيت ده وثلاث عمال في بيت تحت وثلاث عمال مثلا وليكن، يعني انت عندك 70 بيت، ما تكونش انت ماشي بشغل غير منتظم. يعني مثلا انت عندك 20 عامل على 70 بيت وليكن، تحط ال 20 عامل في الثلاث بيوت جنب بعض، ما تحطش ناس شغاله مثلا لو المزرعه مرحلتين، ما تحطش ناس تحت وناس فوق وتقعد تدوخ حواليهم، وعلى بال ما تنزل تبص على اللي تحت تلاقي اللي فوق قاعدين وهكذا. فبالتالي انت ما بتاخدش منهم شغل، لكن لما تحطهم كلهم في مكان او مكانين جنب بعض منهم انت متابعهم. الكلام ده خصوصا لو انت مش معاك حد متابع الشغل معاك، لو انت بتتابع الشغل بنفسك تحطهم زي ما انا عامل كده، تحطهم كلهم في مكان واحد، الواحد هياخد الجنب كده بس بسرعه وهيرجع بتحت تقليم. يعني هو ده ماشي بتحت فوق لف ويرجع بتحت تقليم، خلص البيت. البيت ده فيه كام عامل؟ فيه 10 عمال، العامل بياخد جنب واحد بس. البيت بيخلص في كام بالظبط؟ 15 ل 25 دقيقه البيت بيكون خلص. ليه؟ العامل بيخش كده 10 دقايق ويرجع بتحت التقليم 10 دقايق. دي حاجه. الحاجه الثانيه، النبات مش نايم منك، ما تاخرتش عليه باللف. يعني ممكن تعمل في الاربع ساعات، تعمل لو نص ساعه تعمل 8 بيوت في الاربع ساعات، اهو زي ما احنا شايفين كل واحد واخد له جنب واحد فقط لا غير. وبعد كده بيطلعوا البلديه وبعد كده تخش على البيت اللي بعده منه. انت العمال عارفين انت جنبهم، حتى لو لفيت ال 10 بيوت حواليك كده شفت المشاكل اللي عندك، او تخصص الوقت بتاع العصر وقت الجمع ان انت بتلف على المشاكل اللي عندك في البيوت وازاي هتشتغل بكره، وتخلي الصبح ان انت تدنك واقف مع العمال متابعهم عشان تعمل شغل، عشان تنجز شغل. ما تبقاش ماشي كده وسايب العمال ما انتش عارف هم عملوا ايه وما خلصوش ايه، وكل ما تكلمهم يقول لك مشكل خضار، مشكل في حشيش زياده، في شجر النوم زياده. لا، انت كده بالطريقه دي مش هتديهم فرصه يتكلموا، لانك انت على طول بتبص عليهم، بتطلع تلف لك في بيتين وترجع لهم. انما لو بعدتهم عن بعض مش هتاخد منهم شغل زي ما انت مقربهم من بعض. فحاول ان انت لو عندك مزرعه كبيره او مزرعه صغيره تنظم شغلك بالطريقه دي، ان انت تحط العمال كلهم مع بعض بحيث ان انت تاخد منهم شغل وتكون متابعهم كلهم وتشوف فرق الشغل بين ده وبين ده. عشان لو ده في بيت وده في بيت، ده هيقول لك البيت بتاعي فيه مشاكل كتير والبيت بتاع ده ما فيهوش مشاكل كتير فعشان كده خلص قبل. لا، تحطهم كلهم مع بعض وتشوف مين اللي خلص قبل مين، بحيث ان المشاكل كلها تكون واقعه على الكل. هنا اللي احنا شايفينه، هنا في 10 عمال اهم، 10 كل واحد واقف ماسك نص خط، وبالتالي بيخلص فوق لف وتقليم السرطانات اللي طالعه من التزهير، وهو راجع بياخد التقليم وتحريك التربه، بياخد من تحت تقليم الورقه الزايده عشان خاطر التهويه وبيحرك التربه. يبقى خد 10 دقايق رايح او 15 دقيقه رايح و15 دقيقه جاي، او 10 رايح و15 جاي، يبقى ال 25 دقيقه. وبكده نكون خلصنا البيت في 25 دقيقه او 20 دقيقه، ونخش على اللي بعده فاللي بعده فاللي بعده. ولو خد البيت معاك في نص ساعه فتعمل 8 بيوت في الاربع ساعات، وده يعتبر حاجه كويسه جدا جدا جدا. تعمل 10 بيوت في 5 ساعات برضه حاجه كويسه جدا جدا جدا. وبالتالي 7 ايام تكون خلصت 70 بيت طماطم. ما لحقش يكبر منك البيت ورجعت تكرر نفس الدايره دي تاني، فما لحقش يتكتر، عفوا ما لحقش النبات يكبر منك او ينام. طيب لو انت عندك مكشوف مع البيوت دي برضه تحاول تخصص جزء واحد ساعة فقط لغير الصباح، يقلموا الحشيش او يشيلوا الحشيش اللي تحت. وبعد من مثلا لو انت بتبدأ 6:30 زي ما احنا بنبدأ كده، تبدأ من 6:30 ل 7:30 حشيش، يشيلوا اللي يشيلوا برضه وانت واقف على راسهم. بعد ما يخلصوا يجي يدخلوا على البيوت من 7:30 لحد 12 او من 7:30 لحد 11:30 على حسب شغلك. او لو انت عندك صالة تحطهم كلهم في صالة واحدة، ما تخليهمش شغالين بعيد عن بعض عشان خاطر تاخد منهم شغل. ده كان رأيي في موضوع العمالة وتنظيم العمل. يا رب نكون استفدنا ويا رب نكون أفدنا. نشوفكم في فيديو جديد. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.